ونذهب إلى وزارة الصحة، حيث أعلنت الوزارة عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات 24 الماضية، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2432 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19. كما أعلنت الوزارة شفاء 117 حالة من المرض. وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.